خير من صبر على هذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والله جل وعلا يقول: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والله سبحانه وتعالى يقول، يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر واصبر صبرا جميلا. إخواني في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في سكك مكة، يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يؤذى، كان يأتي من خلفه المشركون فيقولون: هذا ساحر، هذا كاهن. والله سبحانه وتعالى قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أعظم من صبر هو النبي صلى الله عليه وسلم.